طيب باشمهندس، يعني يمكن حضرتك اتكلمت عن فكره المصانع الغير مرخصه او يعني الاقتصاد غير الرسمي، تمام. للاسف هو نسبته برضو كبيره مش صغيره. طبعا مظبوط. لكن في جزء اخر وهي فكره رواد الاعمال اللي عندهم مشروعات صغيره جدا، مش فكره ان هي مش مرخصه او مصانع مش مرخصه او تفتقر للمعايير السليمه، لا هم مشروعاتهم صغيره جدا او لسه بيبتدوا مشروع. هل برضو توجهتوا ليهم؟ هل تم التواصل معهم بشكل أو بآخر؟ طبعا احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا بعد الانطلاق المبادرة يوم 28 اكتوبر عام 2022 خلال ملتقى الصناعات الاول اطلقنا ويب سايت اللي هو www.ابدأ.com.eg. احنا بنستقبل عليه كافة المشاكل وكافة الافكار الموجودة، وبيبقى عندنا فريق مختص بكل قطاع على حدة بيبتدي ان هو يتواصل مع كل الافكار، سواء كان مصنع عنده تعثر او فكرة جديدة ومشروع عايز لسه يبتدي، فاحنا بنقدر نقدم له بعض دراسات الجدوى، بنساعده برضو نوجهه على الطريق السليم. في تمويل ولا لا؟ في تمويل حتى لو نسبة احنا أو عندنا بنوجه للجهات التمويلية. يعني احنا عندنا مشاركين مع جميع الجهات المعنية الخاصة بالتمويل، فبيتم التوجيه لبعض الجهات زي جهاز المشروعات وزي طبعا بعض البنوك، فبنتم برضو ان احنا بنحاول نساعد المصانع بشكل قوي جدا في اعداد الدراسات الجدوى اللازمة، عنده اي مشاكل بنحاول نسرع له الاجراءات بما يتماشى مع ان هو يبتدي ان هو ياخد قرض او اي جهة من اي جهة يعني من الدولة. طيب ده عظيم جدا. المساعدة بشكل عام زي ما ذكرنا ان احنا بنتواصل مع المصانع، مع المصنعين، بنشوف مشاكلهم بنسعى لحلها. الهدف من ده كله هو توطين الصناعة، ان انا يكون عندي صناعة، ان انا اوفر الفلوس اللي بستورد بيها، يكون عندي عملة صعبة. وده هدف مهم جدا ان احنا نسعى ليه في ظرف صعب، واكيد في تحديات في هذا الظرف تحديدا. مظبوط. زي ما بقول لحضرتك احنا اول ما ابتدينا أنشأنا شركة اسمها شركة ابدأ لتنمية المشروعات. كان الغرض الأساسي منها هي محاولة ان احنا يبقى عندنا منتج وطني، ونحاول نعمق المنتج الوطني بشكل كبير، فده اللي هيقلل لي في احلال الواردات، يحاول ان هو يقلل لي الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير جدا. ابتدينا ان احنا نشتغل بشكل قوي جدا على بطريقتين مختلفتين. اول حاجة ان احنا التوسع في المشروعات القائمة. في بعض المشروعات اللي بتكون موجودة زي مثلا عندي أمثلة، يعني زي مشروع الوايلر فريد حسنين اللي هو مشروع الطولمبات، ده مشروع شغال بس أنا ومش عندي الإنتاج، ده مش متوفر عندي كتير في مصر، لا فأنا ببتدي أخش، أنفع أخش معاه كمان في تمويل لو في عنده بعض المشاكل الخاصة بالتمويل، إن أنا أنفع أخش معاه لو عنده مشاكل خاصة بترخيص أبتدي إن أنا أساعده أوسع له خطوط الإنتاج بتاعته، على أساس إن أنا ببني على الموجود، مش لازم إن أنا أبتدي من أول وجديد، أودي أفكار لمصنع تاني إن هو يكمل في مزبوط. إنتاج الترمبات. وفي جزء تاني شغالين عليه، جزء إنشاء بقى مصانع جديدة لصناعات حديثة. صناعات إحنا عندنا قائمة بالصناعات اللي إحنا بنستوردها واللي بتكلفنا مبالغ كبيره جدا في الفاتوره الاستيراديه، ابتدينا ان احنا بشكل كبير نخش فيها. فحد اللي حضرتك مثال، احنا دشنا دلوقتي مثلا حوالي 11 مشروع من اجمالي مستهدف 64 مشروع خلال الفتره الاربع سنين القادمه ان شاء الله. ده المستهدف عندنا مثلا مشروع زي مشروع نوفا، ده احد اهم المشاريع. انا كنت متابع حضرتك دلوقتي واحنا بنتكلم على ارض الفيروز ومعالجه المياه. مشروع نوفا ده هيبقى مختص بشكل كبير جدا في انتاج معدات الخاصه بالمحطات، اللي هي معالجه المياه. عظيم. ده هيوفر كنا بنستوردها طبعا لحد دلوقتي احنا بنستورد، لكن احنا مع بدايه الانتاج ان شاء الله هيبقى الانتاج كله انتاج وطني الفتره القادمه. احنا كنا بنستورد، ده هيقلل لنا بشكل كبير جدا خلال السنه الاولى ما يقرب من حوالي 100 مليون دولار، ويوصل ل 300 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمه بتصنيع محلي حوالي 50%.